لو انت مصاب بالعين والحسد والصحه مش محتاج تذهب لراقي، كل ما عليك كوبايه ميه زي ديت وتقرا هذه الايه اللي قال عنها الحسن البصري: عجبت لمن اصاب بالسحر والعين والحسد كيف غفل عن هذه الايه. فهي ايه في سوره عظيمه جدا من كتاب الله جل وعلا. الايه ديت لو قراتها بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك السحر ويفرج عنك الاذى اللي انت مصاب بيه، كل الاعراض اللي موجوده عندك هتختفى وتتلاشى نهائيا. فخلال المقطع ده انا هثبت لك اذا كنت انت مصاب بالعين والحسد والسحر ولا لا، وهيحضر عليك العار اللي موجود في جسمك، وهتبص تلاقيه ان هو بيتحرك في اماكن متفرقه في جسدك. اول حاجه عايزك تعرف يا اخي الكريم ان كتاب الله جل وعلا مليء بالاسرار، وربنا سبحانه وتعالى قال: طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. فليس مع كلام الله جل وعلا شقاء في الدنيا ولا في الاخره، وكلام الله جل وعلا شفاء وطب. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان افضل ما يتداوى به الانسان في حياته هو كلام الله جل وعلا. ولذلك انا عايزك انك انت تقرا هذه الايه اللي انا هقولها لك بنيه وبصبر، تخرج جميع الأعين المتراكمة في جسمك. فلو أنت مصاب بآلام في الركب، آلام في المفاصل، صداع في الرأس، وده من أعراض العين، زغللة بتجيلك في عينيك، غثيان في صدرك، فكل ما عليك أنك أنت تقرأ هذه الآية بهذه الطريقة. ولو أنت بتعاني من آلام أسفل ظهرك وبيحصل عندك تنميل وخضران في أطراف جسدك، فركز معايا الآن عشان نستحضر الشيطان اللي موجود في جسمك في دائرة معدودة. أول حاجة غمض عينك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويقول سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها ديت هتبص تلاقي إن بطنك انتفخت وحصل فيه تنميل في جسمك، صحيح؟ إذا يا أخي الكريم الآية اللي إحنا هنقرأها وعايزك إنك أنت تقرأها معايا بتدبر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. تفضل تكررها بالعدد 71 مرة. والآية ديت لها قصة جميلة جدا، إن المشركين في قريش أرادوا إن هم يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا إن هم يتخلصوا من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الأغرب من كل ذلك يا أخي الكريم، جابوا الشخص اللي بيصيب بالعين ده وبيقتل بعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن الرجل إن العين تذهب بالرجل حتى يصعد، يعني فيما معناه أعلى الجبل، وترد من فوقه، يعني يرمي نفسه من فوق الجبل. فالعين يعني أذاها شديد جدا، فأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم فلم يستطيعوا. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية. فلو في حد عايز أن رزق كله يروح وعايز أن هو يزيك بعينه، ربنا هيدفعه شر عنك بإذن الله. ولو في حد عايز يصيبك في جسدك، ربنا هيدفع هذه الإصابة عنك بإذن رب العالمين. فكل ما عليك أنك أنت تستعن بالله جل وعلا ولا تعجز، وتكن مع الله، فمن كان الله عز وجل معه فمن عليه، وإذا لجأت لله جل وعلا أنجاك من كل عين ومن كل حسد. وبعد ما تقرأ هذه الآية تحاول أنك أنت تشرب هذا المية وتسقيه لكل حد. مجرد ما تشرب المية دي هتبص تلاقي طعمها متغير. افضل أنك أنت تتوضأ وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتفضل تكررها بنية أن العين والحسد يسحبوا من جسدك تماما. سيسحب كل هذه الأعراض من جسدك، واكتب لي في التعليقات إيه اللي حصل معك. المقطع ده ما تسيبوش يوقف عندك، فلو عجبك شاركه لغيرك، فالدل على الخير كفاعله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.